نوفمبر 2016 بيبر 1 وفارينت 1. والسؤال ال 28 يا جماعه، هذا السؤال المتكرر اللي بيتكلم عن بوليثين رود از رابد وذ كلوث، ذا رود بيكمز بوزيتيفلي تشارجد بيكوز اوف ذا موفمنت اوف تشارجد بارتيكلز. ادي يا جماعه حته بوليثين، عملنا لها رابنج مع حته قماشه، فالحقيقه يا جماعه البوليثين رود اصبح بوزيتيف. طبعا يا جماعه ليه اصبح بوزيتيف؟ احنا خدناها قبل كده مرارا وتكرارا. ايه هي الحاجه اللي بقت بوزيتيف؟ فقدت الكترونز. والحاجه اللي بقت نيجاتيف يا جماعه اكتسبت الكترونز. يبقى الالكترونز ريموفد فروم الرد وديبوزيتد على مين؟ على الكلوث. فطبعا التشارج بارتيكل اتحرك، الالكترونز طبعا اتحرك منين؟ من الرد اللي اصبح في النهايه بوزيتيف الى الكلوث اللي اصبح في النهايه نيجاتيف. دي اجابه هذا السؤال.